وين تلاقيها المجنونة؟ حلو، هاي وجدنا باب الخروج. لازم نلاقي أليكس. مش ممكن تكوني تحت شي طاولة؟ ما في، بس مشي الشكل أسرع من هيك لأنه أنا متوتر أكثر منك صراحة. تاني يعني 10 دقائق معي، لازم أدخلها بال 10 دقائق. انا اذا ما لقيت أليكس بدي ارجع اعيد الجزء كله. منيح بس جوا ما حسب من ضمن الوقت. خلينا ناخذ الجاكيتات. نقدر ما نقدر. انا هلا اعتقد اصبعي بدها توجعني. هي هون يا الين، يا الله ايش تدخلها هون. بدي الاقيها يا الله المجنونة. ولا يكون هي هون. كلب آلي يخرب ديارك هذا جحش. فكرت البنت شافني. اتوقع هو باي الغرفة لان هو وقف الحارس هاي الغرفة. كارا أليكس والله ايش بدي من التوتر القطبي. حل عني يا زلمة. يا زلمة بواب 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 بواب. جيت انا هي الى الممر. ايوه اللي عند ذاك المجنون. في مره الاقي الطريق قام هذا الباب. ان شاء الله الحق اقدر اخذها. المخرج اللي توني شفناه. لوثر ايوه يا سلاتكو انا خلصت هنا. روح هات لي الطفله حالا يا سلاتكو. تعالي تعالي شلون نتخفي؟ سلاتكو ايه؟ الطفلة الصغيرة اختفت. ما ينفعش ابدا يختفوا، اكيد هما في حتة هنا. هو انت مستني ايه؟ روح دور. شلون بدي اشوف؟
يا الله ما انتبهت ايش مكتوب. بس خلينا اصلا باي. تعال امسكني انا كلام ما اقدر يمسكني. أليس شيليها يا مجنونة وركضي. اجري أليس. لا مش هسيبك. اخرجتي بأختي بأقصى سرعة. انا حذرتك. الاحلام دايما نهايتها دموع. كان لازم تسمع كلامي. انت بتعمل ايه هنا؟ ابعد عن طريقي. لا مش المرة دي. قلت لك ابعد عن طريقي وإلا هضرب عليك النار. ازاي تتجرأ؟ ازاي تعمل كده؟ شوف وراك. بتعملوا ايه هنا؟ مين اللي خرجكم؟ ابعدوا عني. ابعدوا عني. اسمعوا كلامي. انا سيبكم. انا سيبكم. والله يستاهل. انبسطت. انا مش عايز اذيكم. برمجني عشان اسمع كلامه. لكن لما شفت البنت الصغيرة وهي بتحاول تنقذك حسيتني بفتح عيني للمرة الأولى وأخيرا شفت. عارف انه مستحيل تثقوا فيا بعد اللي عملته. بس انا اعرف اللي هيساعدكم على عبور الحدود. مين؟ ممكن اوصلكم. انا اقدر احميك انت والطفلة الصغيرة. حلو. ماشي انا واثقة فيك. اتوقع كانت العشر دقائق هي كتابة وهمية يعني. انه العشر دقائق هي كانت عبارة عنه بس وهم لاني ما ثواني طارت اربع دقائق ثواني طارت العشر ست دقائق اللي كانت موجودة. هي ما نصل بسلام بس المهم نجحت المهمة. نروح لنعمل متابعة نشوف ايش القسم اللي بعده. والله هو لازم كل قسم ينزل لكم في فيديو لحاله لانه جدا خرافي. سمي ايش لازم كنت مسوي كاست الشاي تشرب جنب الفيديو. هاي اخر مرة متنا بكونر. والله قم نستعد. هو يا مان دحقك علي بس انا هذيك المرة تحمست زيادة ف هالسبب ما تتولى انا وماني متحمس زيادة. انا وثقت نمت. انفرمت مو بس متت نزلت تحت الحصالة حصدت بس شوي. اي نمجي ليش لا ترى شمسية مكبرة مشى تحت النظر. اخر كونر اخر للاسف رومانسية اتنقلت ذاكرته لي بس جايز في بيانات ضاعت في النقل. اتمنى انك تاخد بالك اكتر.
هبذل قصارى جهدي يا أماندا. طيب قول لي اتعلمت ايه؟ علامات الجدران، حيطان الشقه كلها كانت متغطيه برسوم متاهات ورموز تانية زي باقي المتحولين، شكله مهووس جدا بالرمز RA9. حتى دكتور كان مكتوب عليه R9. لقيت مذكراته لكن مشفره، ممكن تاخد اسابيع على ما نفك الشفره. انت قربت من انك تمسك المتحول. ممكن اعرف اخبار علاقتك بالملازم ايه؟ ايجابيه. واضح انه بيعاني من مشكله لو نموذج كونر اتدمر وتم استبداله. انا عارف ان البشر بيعانوا من فكره فقد شخص. العمل معاه يعتبر تحدي، ده لو حصل تاني. انه كل مره يموت وارجع له عايش. ما كانش في عندنا وقت. التحول عمال ينتشر، كلها وقت قليل والاعلام هيكتشف الموضوع. احنا لازم نمنع ده مهما كان الثمن. انا هنجح في حل القضيه دي يا اماندا، انا مش هخيب ظنك. حلو، هلا هذا الدور على اماندا. دور على اندرسون وابداوا التحقيق. حلو، هلا بدي اروح ادور على اندرسون. هذا الجزء اللي بحث عن اندرسون اكثر جزء بايخ باللعبه، فراح اقطعه ضفكم على الجزء اللي بعده مباشره. تدخل في ضمن الفايت نبحث عن الشخص. خلصت هاي، بس انه حوار بسيط. بس بجد اندرسون يعني ما احكي لكم على موقف. فندم غيبوبه انقاض ساعة حضرة الملازم. دعم يضرب عشانك حمار. رقبتني. لا انت مش كونر. كونر مات، انا متاكد انه مات. النموذج السابق ليه اتدمر، انا كونر الجديد. لازم تفوق من حاله السكر دي بسبب انا بحذرك. في حالي يا دريد متخلف، اطلع حالا برا بيتي. انا اسف يا فندم، بس انا محتاج لك. شكرا مقدما على حسن تعاونك. بور اطلع برا يا متخلف انت. اخذوا الحمام. وين الحمام بقى؟ انا شلون تعرف انا؟ عضو. برافو عليك. ايه جيب عليه. شكلي حرجع. شكله هذا هو الحمام. سيبني في حالي يا متخلف انت. انا مش رايح في حته. لك امشي خلصني. زمان انا بيتحكم بهيك عم بيسوي له بشري. ليه هنا؟ لا مش عاوز استحمى، شكرا. اسف يا فندم. شكرا، بكيفك. ده لمصلحتك. استنوا استنوا. اقفلوا اقفلوا. شكرا صحيح. انت بتهبي بيه هنا؟ تم الابلاغ عن جريمة قتل من 43 دقيقة. ايوه، اكشف بار جيمي، فجيت ادور عليك في البيت. تقريبا انا الصابت الوحيد اللي في العالم كله اللي بيتهجم عليه في بيته من الاندرويد الغبي بتاعه. ممكن تسيبني في حالي؟ الله بغمى بني ادم منطقي. للأسف ما أقدرش. أنا تمت برمجتي للتحقيق في القضية دي وما أقدرش من غيرك. أنا ما يفرقش معايا قضيتك الغبية دي. يا فندم، أنت مش على طبيعتك. أنت لازم غور من وشي، سمعني؟ يلا اطلع برا. طب نحاول مع منطقة مرة تانية. فهمت. أنا أتمنى إنك تلاقي حل لمشاكلك الشخصية. طب ومر جريمة القتل دي ايه اللي نعرفه عنها؟ حلو، عنده حب الاسرار. راجل في ملك ليلي، التقارير بتقول احتمال اندرويد يكون متورط. مش
شكلي كده محتاج اشم شوية هواء. في هدوم في الدولاب فوق النوم. حلو. انا هجيبهم. هذا الجزء راح اشيلكم اياه لانه دخلنا بجزء جدا سخيف. الدرج فوق هو قال وين الدرج؟ انت بخير يا فندم؟ هايل. بس اديني 5 دقايق اوكي؟ اوكي اكيد. ألف مزيد عن هانك. يعني طاولة في أنا مطبخ أنا بلش عن يمين. كان ابنه توفى أندرسون كولر المواليد 2029 الوفاة 2033. يا زلمة مات قبل الساعة التاريخ لا ترسع مصر تسنين قدامها سنين. يا سيدي يا مصنع الله. كنت بتعمل ايه بالمسدس؟ الروليت الروسي كنت عايز اشوفها عودة دي. الله يعطيك العافية. كده النوم عليا قبل ما اعرف. انت محظوظ الطلقة الجاية كانت هتموتك. قال الروليت الروسي عشان في كود. خليك مؤدب يا سومو مش هتأخر. خلص الجزائر والله فتحنا منه كتير مجالات. طبعا هلا ضل القسم اللي بعده هو اللي كورلوس ماركولوس فهو جزء جدا سخيف ما بعرف اكمله ولا ما اكمله. راح اكمله بس اذا بتحبوا انتم كملوه ما بتحبوا عادي لانه هو دائما زهو جدا سخيف فراح نكمل. انتظر بدك تتركوا اتركوا بس انا راح احط لكم اياه بالمونتاج مثل ما هو. لا راح اقصكم سولو راح اسوي اي مونتاج شيء فخلينا نكمل على ماركولوس لشو صار فيه. الله يستر بعدين ما يطلع ماركوس يطلع ماركولوس ماركولوس. فأنا رح أنزلكم كل أجزاء هي. إذا أنتم ما بدك تشوف ماركوس قصة ماركوس وأنا بيسرع الشرائط هاي لأن قصة حسيت سخيفة ما كتير قوية. شايف أبوه والله البنت هي فخامة حسين رجع لها. لو مسكونا هنموت. هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا لازم نلاقي سايبر لايف عندهم قطع الغيار والدم الأزرق. ورايا مش ايديه روح. ما نقدر طريقة نقدر اسرع من هيك. جون الهون ما تخليهمش يشوفونا. حلو طيب كتابة الأرض كتير جميلة. خلي شو أنا اللي نط ما يفهمان. مستودعات سايبر لايف فيها كل اللي هنحتاجه. لازم نتخلص من الطيارة ذي. شنو هتصرف شنو يا مجنون؟ برافو يا ماركوس. ماركوس نوثر يلا افتحوا الصناديق وعبوا الشنط خدوا كل حاجه.
بحث في الصناديق. انا صندوق الدم ازرق. كونر هيخرب الدنيا علينا بعدين. كيمو مينا، انتوا بتعتدوا على ملكية خاصة، وجودكم بيمثل انتهاك من المستوى 2، وانا هبلغ الامن. جون رد يطرش، انت فين المرة دي؟ يلا نمشي من هنا. انت مستني ايه؟ ما تضرب الانذار من فوق السور بسرعة. انت ترتكب الجريمة من الدرجة الثالثة، الشرطة تبلغت الانتهاك ده، اثبت مكانك. غلطة ندمان عليها، والله هو اللي انا فيها مش داري اللي حصل ده. احنا اخدنا اللي قدرنا عليه، بس هربنا قبل ما نملى الشنط. ده مش هيكفي الانقاذ الكل. خاطرنا بحياتنا علشان ايه؟ كنا مزعلوا. لو كنت بشر كان جاوبتكم، بس مش كمان كنت بشر. فطلعتكم مستويات ثقافتكم مختلفة. أيوة. احنا جازفنا وايوه احنا فشلنا، بس جربنا، بس على الاقل حاولنا. شفت شلون هذا الكلام المنطقي؟ الموضوع كان هيبقى اسهل بكتير لو كنا قعدنا واستنينا حاجه تحصل. احنا في جيريكو احرار مش كده؟ احرار عشان نعمل ايه؟ نعمل اللي بدنا اياه. اننا نموت واحنا بنتمنى ان محدش من البشر يلاقينا. هذا الكلام منطقي جدا. ونتمنى ان يوم من الايام يسمحوا لنا نبقى زي ما احنا. مش عايز الحرية دي ابدا. انا مش هطلب من حد حقي في الابتسام والحب والشعور بالفخر. في حاجة جوايا بتقولي اني احسن من اللي بيقولوه. انا عارف ان انا حي، محدش هياخد ده مني بعد النهاردة. الايام اللي استعبدونا فيها انتهت خلاص، واللي البشر مش عايزين يسمعوها نقوله لهم، واللي مش هيدهولنا احنا هناخده منهم، لاننا شعب، لاننا احياء. والله شفنا احنا لو نقدر ناخد اي شروط اللي انت عبطالب بيها نعيش احرار جد. يعني انت هالشغلات اللي احنا البشر نقدر نحصل عليها نكون شاكرين من ربنا جاي انت طالب بيها؟ وبيكون هون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسى حط اللايك والاشتراك، تستنانك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. إذا عجبك الفيديو طبعا، وإذا ما عجبك الفيديو كمان حط اللايك حط الاشتراك، واكتب لنا شو هون ما عجبك الفيديو بالتعليقات. وشكرا لحسن المتابعة، وشكرا لكم، وشكرا لكم عم تشوفوا الفيديوهات لهي الثانية، وشكرا لكم وصلتوا لهي الثانية. حصرا أنا وصلتوا لهي الثانية، بدي أطلب منكم تكتبوا اسم البنت نورث اللي قبل شوي طلعت، اكتبوا لي هالتعليقات مش عارف انتوا وصلتوا لهي الثانية. وشكرا لكم، وفي شخص حب إني أدعمه تلاقوا رابط قناته تحت بأول تعليق مثبت، ممكن تنزلوا تعملوا له اشتراك ولايك تدعموا، يعني مثل ما هو انا بادي جديد باليوتيوب وهو كمان بادي جديد باليوتيوب، فحاب انه ادعم انا الناس في القنوات اللي عندها 100 و200 و500 و1000 مشترك كمان، بلكي حدا يجي عنده 5000 و10000 مشترك يدعمني القليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.